بقول لك ارجع حاضر ابشر حاضر قريبا ان شاء الله. صفحة 47 خلاص كده يا اخي، ما هو في اخرها مش الكلام يعني، خلاص على كلمة. احنا بس عاوزين نربط الموضوع من اوله. يا بني ادم اللي عمل الميكروفون ده ما يخلوش ده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى ال البيت. ال البيت وصلت مولانا، سلم على الشيخ. السلام افضل من الدرس. ليس ما بدأناه ده، بنقول اللهم صل على سيدنا صلى الله عليه وسلم. ازيك يا سيدي الرجل؟ ماذا نفعل مع نفس اللي كلمه بتاع مكه؟ مش لو حد يجي يقول لك كل الناس هتيجي النهارده تقول لك عاوزين اشمعنى؟ مش في شروق المسلم بالغ عادي. خلينا بس لما يجي بس الشيخ نحاول نعمل حاجه. انا كلمت صاحبنا النهارده الشيخ عباس. طول يعني تجربه ربنا الشيخ جاي برضه علق على في الحته دي الحته دي شويه اظن المجالس الحديثيه والناس على الشيخ، اصل كان في برضه جماعه برضه من فوق اللي كل المجالس حاطين دواخبيه وبتاع عاوزين يرفضوا. انا عارف هو يعني عشان بيقول لك نقفل عشان يبقى حجه ان لا انا غير اجنبي، لا مش كده يعني. خليها بس لما يجي بس نشوف يعني في امل، عشان هو بيقول لك 10 3 شهور لو بدل ما يجي ويجي لا مفيش، نقول له خلاص الاول كده. كلمني الشيخ يوسف الزجاج بن مالك المغلول ازاي نحاول بس ما تنقعدش ما تنقعدش انا الجوع ده ما بنقعدش كيف كيف يا ريت احنا بقى كويس ما فيش حاجه في الجرس الفرماني ولا انا بقى بيرسيني وانا بفتح حضارة وانا بنزل تكتب وما يكتبوه قبل ما افتح. يلا بينا ان شاء الله. يلا بعوات شاكرين صح. سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي على آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحشر والقرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، كان الكلام في بدايته من أول وأما ما اغتر به القائل، يعني في بعض الأدلة أو الشبه اغتر بها القائلون بصحة إيمان المقلد. يقولوا أما ما اغتر صفحة 45 عشان بس ربط الكلام ببعض، وأما ما اغتر به القائل بصحة التقليد من اكتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بإجراء أحكام الإسلام ورفع القتال بمجرد النطق بكلمتي الإيمان من غير بحث منهم على السرائر. يعني يقول لك يا أخي أنت لماذا لا تقول أو لا تقبل أن المقلد إيمانه صحيح؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة أجروا أحكام الإسلام ورفعوا القتال بمجرد النطق من غير بحث عن الأدلة، هل هي يعني مبنية على يعني يقين ولا على ظن ولا تقليد، لم يبحثوا في هذه المسائل. فهذا يعتبر في الظاهر
إيمان المخلص صحيح. الأعرابي كان بمجرد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد كان بيقبل منه ولا يسأله هل هذا عن معرفة ودليل ولا هذا إيه عن تقليد. فمعنى هذا أن هذا الأمر مسكوت إيه عنه فلا دليل فيه. يعني هذا الذي ويردده إلى الآن كثير من أتباع السلفية المعاصرين يقول لك يا أخي عمر النبي ما سأل ولا الصحابة عن الجوهر ولا العرض ولا عن الواجب ولا المستحيل ولا كل ده كلام إيه أنتوا بتضيعوا في وقت. مجرد النطق النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أنه إيه إيمانه إيه صحيح. فالجواب عن ذلك بيقول إيه هذا لا دليل يعني لا دليل في ذلك. ليه؟ لأن ذلك إنما هو من باب إجراء الأحكام على المظان والظواهر وليس كلامنا فيه. يعني كون يحكم بإسلامه في الدنيا أو بظاهر الأمر هذا من حيث إجراء الأحكام الدنيوية وهذا ليس كلامنا فيه. إنما الكلام في إيه؟ فيما بين العبد وربه وفيما ينجيه من الخلود مع سائر الكفرة في النار. والدليل على كده على نقض كلام القائلين أو على نقض دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أجرى أحكام الإسلام على من قطع فيه بأردأ كفر من إذا كان المنافق له في الدرك الأسفل النبي صلى الله عليه وسلم عامله في الدنيا معاملة الإيه بحسب الظاهر. هل معنى هذا أنه في الدنيا مثلا منع قتال الإيه المنافقين وفي الصلاة لم يمنعهم من الإيه المساجد بالدليل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه كسالى وإذا ماتوا يدفن في إيه في مقابر وتجرى عليهم أحكام الإسلام وفي هذا ليس في هذا دليل عليه على أنه ناج أو على أنه كذلك في الآخرة عند الله. المسألة في إجراء الأحكام الإيه الدنيوية إنما اللي بنتكلم فيه في إيه في العقيدة الصحيحة المنجية في الآخرة. يبقى إذن الذي تمسكوا به ليس فيه إيه دليل. وإلى هذا المعنى أشرت بقولي يعني هو بيقول إيه فإنها اللي هي إيه حرفة التقليد غير فإنها في الآخرة غير مخلصة عند كثير من المحققين. وهذا هو إيه الشاهد أو هذا هو إيه الكلام في هذه النقطة. أيوة أما في الدنيا فمبنى إيه أحكامها على الظواهر لكن ما في القلوب وما في السرائر يحاسب إيه الله تعالى عليه العبد يوم الإيه يوم القيامة. وعلى هذا قال الغزالي رضي الله تعالى عنه لا نحرك عقائد القوم ويتركون على ما هم عليه. يعني هو حمل كلام الغزالي على محمل بعيد الشيخ السنوسي بل وعلى هذا قال الغزالي لا نحرك يعني لا نبحث في السرائر ونترك إيه عقائد القوم دون إيه تحريك. يعني لأن السنة مضت بعدم البحث عن الضمائر وإنها إنما تنكشف في الآخرة يوم تبلى السرائر وإنما يجب بث العلم لمن سأله وكان أهلا له لا لمن أعرض عنه أو لم يكن له إيه أهلا. يبقى إذن ما تأول به الشيخ السنوسي كلام الغزالي خلاص كده مناسب لما مر إيه اللي مر اللي قبله إنه جرت السنة بإمضاء الإيه الأحكام على الإيه على المظان الظواهر يعني على ما نظنه أو ما نعتقده في الظاهر وترك السرائر إلى الله تعالى. لكن ذكره لكلام الإمام الغزالي أو ذكر عنه أيضا الإنكار على هذه الطائفة القائلة بعدم الاكتفاء بالتقليد. من قبل كده قال إيه الإمام الغزالي عبارته قال إنهم إيه
ضيقوا رحمة الله الواسعة. ومعنى كده مذهب الإمام الغزالي أو رأي الإمام الغزالي صحة إيمان المقلد بخلاف ما قالوا مين، وبه يتبين أن مذهبه صحة إيمان أو اعتقاد العام، فيتركون على ما هم عليه. وما تأول به المصنف كلام الغزالي بعيد، يعني الربط بين هذا الكلام وبين كلام الإمام الغزالي بعيد شوي. وإنما يجب بثه خلاص، والله أعلم ما لم يظهر، ويعني والله أعلم ما لم يظهر المنكر في عقائدهم كزماننا، يعني لا تحرك عقائد العوام إلا إذا ظهر شيء منكر غير مقبول في العقيدة أو في الدين، فيجب تغيير المنكر والتلطف في تعليمهم الحق بما تسعه عقولهم. هذه مهمة صعبة في الزمن ده، لازم نبسط المعلومات والعقائد ولا نحدث أو نخاطب العوام بخطاب المتخصصين من أهل العلم، يعني لازم أتلطف مع العام وأتنزل معه على قدر فهمه. ولذلك بيقول هنا فيجب تغيير المنكر والتلطف في تعليمهم الحق بما تسعه عقولهم. وقد جعل الله تعالى في الألفاظ والأدلة سعة، فكل يخاطب على قدر فهمه والله المستعان. واحتج بعضهم ممن يميل إلى صحة القول بالتقليد بل ويرى، يعني في كمان لسه يعني حاجة أصعب من كده، مش كمان يعني إنه المقلد إيمانه صحيح وفقط، ده في البعض بيرى رجحانه على درجة الاجتهاد والنظر في علم التوحيد. هذا اللي احنا كنا نتكلم فيه أو وقفنا عنه، يعني في البعض ده بيقول لك مش لا يكتفي، ده المشكلة النزاع الكبير، هل إيمان المقلد صحيح بمعنى أنه مش صحيح يعني في الدنيا، ده باتفاق صحيح يعني ينجي في الآخرة يخلص من الخلود في النار، هذا هو البحث في هذه المسألة. هو لم يكتفي بالقول بأنه إيمانه صحيح أو أنه صحيح وعاص بترك النظر إن كان فيه أهلية، أو ليس عاصيا إن لم تكن فيه أهلية، أو إنه النظر مندوب، إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة التي بحثت فيما قبل. ده هو بيفضل ويرجح إيمان المقلد على على إيمان العارف بأوجه، ده معنى كده نحن في الحالة دي نكف فورا عن التدريس ونصبح جميعا مقلدين، وندعو إلى إلى حرفة التقليد، بل وننهى عن البحث أو عن المعرفة. وهذا مضاد حتى يعني إن لم يكن للشرع حقا مضاد للعقل، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل التفكير ده غريزة في الإنسان لا يستطيع أن يوقف هذه الآلة أو هذا التفكير. الأوجه اللي احتجوا بها على هذه الدعوة، أحدها أن نقطع أن أبا بكر وعمر وسائر الصحابة، يعني مش أبا بكر وعمر بس، جابهم في المقدمة على أنهم هم يعني أعلى ناس في الصحابة، فما بالك بمن دونهم، ماتوا ولم يعرفوا الجوهر والعرض. هل ده دليل على أن إيمان المقلد أقوى وأرجح من إيمان العارف؟ ونقل عن الأستاذ ابن فورك أبو بكر أنه قال، يعني بيأيد الموضوع أن سيدنا أبو بكر وعمر والصحابة ماتوا ما عرفوش إيه الجوهر والعرب ده القائم بنفسه، العرب مثلا اللي هو لا يقوم بنفسه، ما عرفوش الكلام، ولا نقل عنهم في ذلك شيء. بل ابن فورك زاد وقال بيقوي هذا الاستشهاد، ولو لم يدخل الجنة التي عرضها السماوات والأرض إلا من يعرف الجوهر والعرض لبقيت خالية. ليه يعني خالية؟ يعني في حكم في حكم الخالية لندور أو ندرة من يدخلها، أو يبقى معظمها خاليا فتكون في حكم الخالية. الثاني يعني الأوجه الوجه الثاني أنه حكي عن بعض السلف، كل ذا عشان يأكد
أو يرجح أنه إيمان المقلد أقوى وأحسن وأفضل. بيقول إيه؟ ما تواتر أو ما نقل في كتب كثيرة عن بعض السلف، بل البعض ذكر أنه حديث، عليكم بدين الإيه؟ العجائز. وهل العجائز دول من العارفين؟ هل العجائز دول زي الإسفرايمي وزي الإيجي وزي الجماعة الكبار؟ وحكي يعني مش عليكم بالإسفرايمي ولا الغزالي ولا الرازي، ده بالعجائز، يعني ده الإيه اللي انتوا إيه تبحثوا عنه. وحكي عن الإمام الفخر أنه قال عند موته: اللهم إيمان العجائز، يعني أسألك إيمانا كإيمان العجائز. وقال عمر بن عبد العزيز، شو كل ده إيه؟ شواهد لرجل سأله عن الأهواء، يعني الفرق والملل يعني الكلام بتاع البرجة وكلام مقدر الناس الأراء الموجودة في زمن، بيقول له أعمل يعني أتبع مين في هؤلاء في أهل الأهواء؟ قال له سيبك من دول كلهم، عليك بدين الصبي الذي في الكتاب ودين الأعرابي. أعراب الجن في المعرفش حاجة، معرفش الألف من كوز الدرجات، ودع ما سواهما. الثالث يعني الوجه الثالث أن نجد يعني ده بالممارسة وبالتجربة العملية بعض المقلدين أقوى إيمانا وأرسخ اعتقادا ممن نظر في علم التوحيد. يعني الناس اللي جالها شك وارتدت كانوا باحثين في علم الكلام، والناس اللي ثابتين كانوا عوام، كانوا زي الجبال في رسوخ. ودول ايه حصل عندهم شك وجاء في الاخر ندموا وزعلوا وقالوا يا ريت ما ولم نستفد من ايه من بحثنا طول عمرنا الا ان الكلام الفارغ وتعبنا نفسنا وحجبنا عن الانوار بسبب ايه. قلت بدا هنا ايه يرد الايه كم وجه دول؟ ثلاثه كده. قلت لا يخفى فساد، لا يخفى فساد ما تمسك به، يعني مين اللي هو ايه اللي احتج المحتجة، لا يخفى فساد ما تمسك به اللي هو قال بهذا القول على كل موفق. يا ربنا يوفق كده لنور العلم، يعرف انه الكلام ده ما يخيلش. يعني كنا الاول والله ما كان عندنا يعني بحث في هذه المسائل اللي عليكم بدين، كنا نظن انه ده رجوع فعلا من الأئمة الكبار عن الإيه البحث في هذه الأمور، أنهم ندموا على ذلك وقالوا يا ليتنا إيه ما فعلنا وإلى آخره، لحد ما تبين لنا أنه ما والله ما كنا نقبل هذا الكلام، نشعر أنه في حاجة كده فيه إيه دخل، يعني كلام ما نقدرش ننكره إيه من حيث الإيه الرواية ثابت، ولكن يعني نعتبره كلام حق أو كلمة حق أريد بها إيه باطل، حتى وقفنا على حقيقة هذه الأقوال. ومن ضمن هذه الأقوال ما يقال إنه الإمام الأشعري رجع وندم، والرازي رجع، والغزالي رجع، والجويني رجع، وكل الإيه العلماء في الآخر بيندموا على الموضوع. خلاص كده كنا إيه نقول مش معقول الأمة تجمع، مثلا قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لو كان ده ضلالات مش كله كده، كفاية واحد واثنين والباقي ايه يفوق، لما نقعد كلنا في سكرتنا حتى يأتينا الموت. قلت لا يخفى فساد ما تمسك به على كل موفق. أما الثالث اللي هو ايه رجحان إيمان بعض المقلدين على إيمان من نظر، يعني الدليل ده مردود ليه؟ في قاعدة احنا عارفينها في المنطق اللي بيسموها ده ايه المصادرة على الايه على المطلوب. ايه معنى المصادرة على المطلوب او عن المطلوب؟ اخذ الايه الدعوة جزءا من الدليل. فإيمان المقلد أقوى أو بعض المقلدين هي دي الدعوة، فهي عاوزة دليل، فكيف نجعلها جزء هذه المغالطة؟ يعني هذه هي إيه الدعوة.
كان يقول القائل مثلا بعض المقلدين اقوى ايمانا من مش ده الدعوه. هو النزاع في ايه؟ هل المقلد له ايمان ولا ليس له ايمان؟ فلما نثبت ان له ايمان تاتي هذه المساله فرع عن ثبوت ايمانه. هل ايمان اذا كان احنا بنقول الراي اللي الشيخ ذهب اليه انه اصلا ليس له ايمان فكيف يقال بان ايمانه اقوى؟ يعني قوه الايمان ده فرع عن ثبوته، لسه ما اثبتناش الايمان وبعدين يقول اقوى. هذه المغالطه. يعني يقول بعض المقلدين اقوى ايمانا من بعض العارفين او الناظرين، والاقوى ايمانا افضل. فبعض المقلدين افضل دي ايه؟ احدى مقدمتيه، وهي الصغرى، هي دعواه. ليه؟ لان قوة الايمان فرع ثبوت الايمان المتنازع فيه. احنا قبل ما نقول ايمانه اقوى او غير اقوى، الاول احنا بنبحث في هل ثبت ايمانه حتى نقول انه اقوى. يبقى هذه ايه؟ مردودة، لانها ايه؟ من باب ايه؟ المصادرة. قولهم من المصادرة. الا مرد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله نفعنا بعلومه وعلومكم بالدارين امين. ما حافظ ميت في البابا. قوله من المصادرة هي أخذ المدعى جزءا من الدليل. المدعى يعني الدعوة اللي انت بتدعيها. وهنا جعل الصغرى جعل الصغرى الدليل نفس الدعوة. بيشرح دلوقتي أخذ المدعى للدعوة جزء. وهنا عمل إيه؟ جعل صغرى الدليل نفس الدعوة. أخذه هنا يعني جعل صغرى، ما هو الدليل في إيه؟ صغرى في إيه؟ كبرى المقدمة دي. فجعل الصغرى هي نفس الإيه؟ الدعوة. يبقى أصبحت هنا جزء من الدليل. ليه جزء؟ لأن هي الصغرى مش هي كل الدليل، لأن الدليل مقدمتين صغرى وإيه؟ فلما جعل الصغرى جعلها إيه؟ أخذ الدعوة جزءا من الدليل. تفهم الجزء الثاني؟ الكبرى، والكبرى ليست جزء من الإيه؟ من الدليل. وهنا جعل صغرى الدليل نفس الدعوة، لأن الصغرى قائلة بعض المقلدين إيمانه أقوى، وأقوى بمعنى أرجح. أقوى يعني أرجح. فتكون نفس الدعوة، وهي إيمان المقلد أرجح. يعني حتكون هي نفس الدعوة وهي جزء من الدليل، يعني حيبقى الدليل هو نفس الدعوة. هل هذا يعقد؟ الدعوة غير الدليل. انت عملت ايه دلوقتي؟ خلت الدعوة هي الدليل، بس هي جزء من الدليل، يعني هي الدليل. قال الشارح رحمه الله: الثالث هو رجحان ايمان بعض المقلدين على ايمان من نظر، فهو من المصادرة عن المطلوب، لأن جمهور الأئمة يرون وجوب النظر وتحريم الاقتصار على التقليد، وبعضهم يرى أن لا إيمان للمقلد أصلا، فكيف يدعى رجحانه؟ إن فهو من المصادرة عن المطلوب، لأن جمهور الأئمة يرون وجوب النظر وتحريم الاقتصار على التقليد، وبعضهم يرى. يعني شو إيه الفرق بين جمهورهم وبين بعضهم؟ جمهورهم يرى ايه؟ وجوب النظر، يعني معناه صحة ايمان المقلد مع عصيانه، لان ان كان اهلا، لانه ايه؟ هنا من فروض الفرض، من فروض الفروع، جعل واجب وجوب فروع، لانه لو كان وجوب اصول مش خلاص، يبقى يرى وجوبه، يعني وجوب الفروع وتحريم الاقتصار، يبقى معنى كده ايمانه صحيح مع عصيان، ده رأي الجمهور. وبعضهم يرى ان لا ايمان للمقلد اصلا، خلاص، يبقى معناها ايه؟ في فرق بين الجمهور وبين البعض. فكيف يدعى
يعني 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 كيف يدعى الرجحان؟ تمشي على بعضهم ولا على جمهور الأئمة؟ على الاثنين. يعني معناها لو كان ترك النظر حرام يبقى ازاي يرجح العاصي على العارف اللي هو المطيع؟ واذا كان كفر يبقى من باب اولى. اذا كان في المعصيه ما ينفعش نرجحه، يعني لا نرجحه وهو عاصي، فنرجحه وهو كافر. وايضا فمما لا يدخل تحت فهم عاقل ان الجزم المستند الى مجرد التقليد ومن لازمه قبول احتمال النقيض يكون مساويا للجزم الذي انتجته البراهين، حيث لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. يعني حتى لو بصرف النظر عن الاثم ولا عن عدم صحه ايمانه اصلا، او ان لا انه ليس له ايمان، فلا يدخل تحت. يعني كيف يستويان في فهم العاقل؟ الجزم المستند، ما صحيح ده جزم وده جزم، لو لم يكن جازما لا يكون ايمانا اصلا، بس عن تقليد بس جازم، لكنه مستند الى ايه؟ الى مجرد التقليد. يعني جزم مستند الى مجرد التقليد من لازمه قبول احتمال النقيض، أما اللي هو مستند للبراهين لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، فكيف يكون هذا مساويا؟ إيه؟ ينفع؟ ينفع. قال ولعله أراد بعض من ولعله هو مين الذي قال بأن إيمان بعض المقلدين أقوى إيمانا من بعض الناظرين، مش كده؟ يبقى هو أراد مين؟ لعله أراد من لم ينظر من أولياء الله تعالى، يعني أولياء الله تعالى كشفت لهم الإيه؟ على جهة خرق العادة كشفت لهم الحقائق، فرقت في حقه العادة ووهب لهم من المعارف، يعني أهل الكشف دول أهل الولاية زي سيدنا الخضر أصحاب العلم الإيه؟ اللدني، ما لا يتوصل إليه بالنظر، يعني شاف الحقائق وعاينها، شاف الجنة والنار وشاف الآخرة وشاف الملائكة، حتى صارت علوم الناظرين بالنسبة إلى ما أعطي من العلوم، يعني العلوم اللي هم أهل النظر وأهل الاستدلال بالنسبة للأولياء العارفين الكبار يصبح كأنهم غير عارفين بالنسبة لإيه؟ للأولياء الكمل. ليه؟ لأن هؤلاء أهل العلم ليه اللدني. الشيخ مصطفى الحديدي كان عامل زمان كتب هدية على مجلة الأزهر، كان كاتب فيها إيه وكانت مطبوعة، كان يكتب معظم ما وصل إليه العلم الحديث من اكتشافات واختراعات في مجال العلوم الكونية اكتشفت بالتجربة أو بالعلم والبحث، وصل إليها الصوفية بطريق الكشف. قال كده ثلاثة أرباع ما وصلت إليه الاكتشافات والاختراعات الحديثة أخبر عنها الصوفية بطريق ليه؟ الكشف. ده موجود في مقالات مجلة ليه؟ الأزهر، بس من زمان، يمكن من 20-30 سنة على ما أظن. فأشوف مثلا اللي حصل مع سيدنا موسى عليه السلام ومين؟ وسيدنا الخضر. سيدنا موسى على جلالة قدره والعلم الذي وكتبنا له في الألواح من كل شيء، بالنسبة لما أوتيه الخضر من علوم اللي كشفه لي ده، طلع سيدنا موسى كأنه ما عنده شيء، كلا شيء بالنسبة لليه ده ثلاث حاجات وما صبرش. أمال لو صبر وأراه، لأنه سلم قال رحم الله أخي موسى وددت لو أنه صبر، نقول له ايه؟ ستجدني ان شاء الله ايه، لكن لم يستطع. امال لو صبر وكشفت حقائق كثيره. وبعدين سيدنا الخضر بعض نزل قصده في نص، مين قال لك انه هو واحد فقط اللي هو الخضر عليه السلام؟ ده ربنا قال ايه؟ فوجد عبدا من عبادنا، ده واحد من الاف ما تعرفهمش، ده واحد
ففي ناس كثير جدا عنده ايه علوم لدنية ومواهب، فبيقول لعله يعني اللي هو بيقول اللي هو اقوى ايمانا، يعني من هو الاقوى ايمان اللي هو النوع ده اللي هو كشفت له الحقائق من غير بحث ومن غير نظر من غير ايه استدلال، لعله ايه اراد بعض من لم ينظر من اولياء الله وخلقت في حقه العاده ووهب له من المعارف ما لا يتوصل اليه بالنظر حتى صارت علوم الناظرين بالنسبة إلى ما أعطي من العلوم كلا شيء. وإذا أراد هذا يعني إذا كان بيريد هذا فليس هو من محل النزاع، لأن نزاعنا في المقلد، وهذا الذي ذكر أو ذكر من أولياء الله ليس بمقلد، ده مكاشف، دول مش مقلدين، بس ليه سماهم مقلدين؟ لأنهم لم ينظروا. فهل كأنه القسمة هنا إيه؟ مش ليست إيه ثنائية، يعني في مقلد وفي من ترك النظر وفي من كشف له، فاللي ترك النظر وقلد هذا هو المقلد، إنما الذي كشف له تركه للنظر ليس إيه معناه، مش ليس معنى أن كل من ترك النظر فهو مقلد، ده ترك النظر لما هو أقوى منه، أنه عاين وكاشف الحقائق. مرة كنا نسأل الشيخ الشيخ إسماعيل العدو هنا في الجامع الأزهر كان في القبلة جوه، في بعض الناس بينكروا إيه اتصال الجن بالجن بالإنس، عملت لي اتصال أنا، فالشيخ أثبتها بإيه بقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس، فقال لا تعليم إلا إذا كان في إيه وسيلة اتصال، كيف يحدث التعليم وكان في زمان تعليم عن بعد، ده إيه تعليم بإيه في اتصال، كيف يعلمك من غير ما يبقى في إيه. فبعض الناس نازعوا وقال له ايه الدليل، فقال له ايه انا الدليل، يعني ايه معناها انه هو الرجل ايه مارس ذلك او وقف عليه بنفسه، فهذا لا يطالب مثل هذا بدليل، يعني هو مثلا جرب هذه المسألة او فعلها فكيف يقال له هذا الدليل، واذا لم ترى الهلال فسلم لأناس رأوه بالأمر. كل واحد عاوز يشوف الهلال بنفسه، إذا ما حدش حيصوم غير دار الإفتاء، فالناس اللي راحوا إيه استطلعوا، والباقي لو كل واحد أصر على أنه إيه يرى به بنفسه يبقى أنت في الحالة سلم لأهل الاختصاص، ما دامت الشيخ بيقول لك أنا الدليل وأنا عملت كذا أو جربت كذا أو علمت ناس من الجن أو ناس من الجن علموه خلاص. يبقى هذا اللي بيتكلم فيه ده ليس هو من محل النزاع، محل النزاع في مين؟ الذي ترك النظر وقلد مش وكوشف، لأن نزاعنا في المقلد، وهذا الذي ذكر أو ذكر ليس بمقلد بل هو كالناظر، كل ما في الأمر ده بل ده مش ناظر بس، ده الناظر مثلا ده ينظر نظر عقلي، ده اجتمع لهم نظر العقلي والنظر البصر، يعني عاين شاف، يعني مثلا بقيم لك الدليل على وجود الجنة والنار بالدليل، لكن أنا شفتهم رأيتهما، بل ممكن هم ما شافهمش، كنت دخل في الجنة واقتطف من إيه ثمارها وشاف الحور العين، يبقى ده يعتبر إيمانه عن مشاهدة وليس متابعا له لغيره، وذلك بقول بل هو كالناظر في أن الحاصل له علم لا اعتقاد، بل هذا فوق أو أقوى من العلم، إنه ده معاينة ومكاشفة، كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن شاهد، الإيمان بيكون غيب إنما ذا رأى، يعني الكفار يوم القيامة
لا يستطيعون إنكار وجود الجنة والنار، لأنهم الجنة النار يعذبوا فيها. يعني هنا عين يقين، حق يقين، علم يقين، يعني كيف ينكرونها؟ هنا هل ينفعهم الإيمان بعد المعاينة؟ لا، لازم الإيمان يكون بالغيب بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هؤلاء عاينوها، فحينئذ لا ينفعهم إيمان. يلا. قال: ولعله أراد بعد من لم ينظر من أولياء الله تعالى وخرقت في حقه العادة ووهب له من المعارف ما لا يتوصل، إليه بالنظر، حتى صارت علوم الناظرين بالنسبة إلى ما أعطي من العلوم كلا شيء. يبقى إذن عندنا طريقان للمعرفة، طريق اللي هو طريق العامة أو طريق الطريق الغالب اللي هو طريق النظر، مش كده؟ وفي طريق للخواص اللي هو طريق الكشف. يبقى معناها لا نقول انه الطريق الوحيد الموصل الى المعرفة هو النظر، في اعلى، بس هذا ليس في حق جميع الناس، انما ذا وعشان انه يعني للخاصة او النادر لا حكم له، لا يجعل حكما لانه نادر، فلا يكون هو القاعدة الا اذا اصبح الناس كلهم اولياء وصالحين واطباء ودول يعني. يبقى اذا في يعني لا نفهم انه لا طريق للمعرفة الا النظر، بل هناك طرق اخرى، بس لمين؟ للخواص، ولا يكلف بها غيرهم. وإذا أراد هذا فليس هو من محل النزاع، لأن نزاعنا في المقلد، وهذا الذي ذكر ليس بمقلد، بل هو كالناظر في أن الحاصل له علم لا اعتقاد. أنا عاوز أقول مش هو كالناظر، هو أعلى من الناظر، لأن الناظر هيقول بعد كده أن هذه المعرفة صارت بالنسبة له ضرورية مش نظرية. يعني عشان كده هو مش يعني هو كلمة كان ناظر يعني ده في، إنما هو لا، ده الناظر ما يوصل أصل الكاف بتاعة التشبيه بتدخل على يعني المشبه به، يبقى معناها الناظر أقوى، بس ده زيه يعني. إنما لا، ده العكس، ده الناظر يريت يوصل له، يعني مش حيوصل الناظر بنظره إلى هذا مهما كان، يعني مهما فعل مش حيصل إلى إلى من حتى يقول لك شتان بين يعني ليس الخبر كالمعاينة، ده عاين، بل هو كالناظر في أن الحاصل له علم. يعني مش عاجبني كلمة كالناظر، لا، ناظر مين ده أعلى، بس يمكن يكون من التشبيه المقلوب، كما في قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، مش كده الأصل ده الأنثى اللي ربنا أعطاها للسيد الرسول ليست كالذكر اللي أنت كنت عليه، دي أعلى، لأنه الكاف بتدخل على المشبه به، ويكون ده أقوى من المشبه، فتعكست. بل هو كم ناظر في أن الحاصل له علم لا اعتقاد، يعني هي الحاصل له، يعني حصل له ده من العلوم والمعارف، ده علم الحاصل له علم لا اعتقاد، علم يعني يقين، ده معاينة وده دليل، اللي حيقوله توقف العلم غير ضروري على النظر، إنما هو بحسب العادة. خد بالك، وتوقف العلم غير الضروري، يعني أن العلوم فيها نظرية وفيها العلم اللي هو النظري ده متوقف على النظر كده، والضروري ليس متوقفا على نظر واستدلال، وإلا ما فرق بين النظر وبين الضروري. يبقى إذن العلم، يجي واحد يقول لك كيف يقول الشيخ في أن الحاصل له، الحاصل للأولياء ده علم مش اعتقاد، يجي يقول لك يا أخي كيف يكون علما، مع أنه أي علم غير ضروري متوقف على على النظر، فكيف جعلته علما وهو لم يكن عن طريق النظر؟ قال: إنما هو بحسب العادة، يعني اللي هو توقف العلم النظري على النظر بحسب العادة، يعني عاوز يقول لك أنه العلم النظري يحصل من غير نظر، بس المين؟
للأولياء وللخواص. يبقى هو صحيح هو متوقف بس إيه صحيح بحسب العادة. وذلك في ناس والله شفناها حفظت القرآن من غير ما تتعلم في الكتاب ولا من غير ما يفتح مصحف. ده بيحصل في العادة؟ لا، حفظ كده القرآن. كيف حفظ؟ في ناس طبعا ما ينكر يقول لك لا أصل بيسمع كثير، والله ما كان في أشرطة ولا كاسة ولا عنده إذاعة حتى وتلقاه بيسمع وحافظ. ما حدش علم، ده خرق عهد. كان نايم صبح في الصبح حفظ القرآن صم، ده على جهة خرق ليه العادة. الشيخ الدباغ تحدث في كتاب الإبريز، ده كتاب نفيس، كتاب عظيم، كتاب ذات يحتاج إلى تحقيق وشغل. كتاب الإبريز للشيخ مين؟ عبد العزيز الدباغ. كان عبد العزيز ده رجل أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا يحفظ من القرآن إلا إيه سبح اسم ربك الأعلى إلى آخر فقط، ومع ذلك كان يأتي بالغرائب والعجائب في العلوم. منين؟ يبقى ممكن واحد يحفظ القرآن من غير كتاب ومن غير معلم، بس ده إيه كان نايم صبح لقي نفسه. في ناس حافظ كبار نام صحي لم يحفظ حرفا واحدا، ربنا سلبه إيه القرآن. فنعوذ بالله تعالى من السلب بعد العطاء. هو هتغتر بعلمك فجأة كده تلقى نفسك اتمسحت، جيت على الزيرو، ما عندكش ولا حاجة إذا اغتريت وتكبرت على الناس. بل هو كم ناظر في أن الحاصل علم الاعتقاد وتوقف العلم غير الضروري على النظر، غير الضروري عن النظري، النظري متوقف عن بس ده بحسب العادة. ويجوز في قدرة الله تعالى أن يجعل العلوم النظرية لمن شاء ضرورية. يعني هو عاوز يقول هنا ماذا يريد أن يقول في هذا الكلام؟ يريد أن يقول لك إنه هذا توقف العلم غير الضروري على النظر، إنما هو بحسب العادة، مش كده؟ ولكن يجوز في قدرة الله تعالى أن يجعل العلوم النظرية لمن شاء ضرورية. يعني ده حاجة أعلى، دي مش معناها يجبهاله عن طريق النظر وتكون نظرية، بل يجعلها فوق ذلك بأن تكون العلوم النظرية ضرورية لمن شاء، بحيث لا يفتقر في تحصيلها إلى نظر. يبقى إذا لم يفتقر في تحصيلها إلى نظر فلا تسمى نظرية، فتجعل وهي في الأصل احنا لماذا قلنا أو قسمنا ضروري ونظري؟ أن النظر متوقف على نظر، إذا معناها لا يحصل إلا بالنظر، وهذا بس بحسب العادة، لكن ممكن يحصل من غير من غير نظر. فعشان كده قال لك لا، إذا حصل من غير نظر لا نسميه نظري وإنما يكون ضروري، وده أحسن لأنه أقوى. وتوقف العلم غير الضرورية على النظر إنما هو بحسب العادة، ويجوز في قدرة الله تعالى أن يجعل العلوم النظرية لمن شاء ضرورية بحيث لا يفتقر في تحصيلها إلى نظر. شوف كده الكلام الجميل هنا بيقول لك ويجوز، مش كده؟ في قدرة الله ده من باب الممكن، القدرة لا تتعلق بالمستحيل. وليجوز في قدرة الله تعالى أن يجعل العلوم النظرية لمن شاء ضرورية. بس خد بالك كيف يجعلها نظرية وهي ضرورية، أو ضرورية وهي نظرية؟ يبقى هذا اجتماع ليه؟ يعني اجتمع النقيض، يبقى ضروري ونظري؟ لا، قال لك يعني كيف، يعني عاوز يقول لك يجعلها لمن شاء ضرورية، يعني ايه معنى يجعلها؟ بحيث لا يفتقر في تحصيلها الى نظر. هذا هو الحيثية، بالك من قيد الحيثية، يعني هي نظرية ولكن جعلت ضرورية من هذه الحيثية،
لأن الضروري لا يحتاج إلى إيه؟ إلى نظر. فكما أنه فيها لم يحتاج إلى نظر واستدلال فصارت في حقه هو ضروري، أما في حق غيره هي نفسها إيه؟ نظرية. افهم، فلا تقول تبقى ضرورية ونظرية إيه؟ بس من الحيثية دي. ويجوز في قدرة الله تعالى أن يجعل العلوم النظرية لمن شاء ضرورية بحيث لا يقتطع في تحصيلها إلى نظر، إلا أن تجويز مثل هذا الخارق الذي لم يعط إلا للنادر من الأولياء لا يسقط وجوب النظر في حق من لم يحصل له هذا المقام. وعندك في ياء زايدة في حقي، في حقي فقط، الياء دي زايدة، يعني ما يقول لك تجويز مثل هذا الخارق. عرفنا ما هو الخارق؟ اللي هو ايه؟ تصوير العلم النظري الى ايه؟ ضروري. ده إيه؟ لا يعطى الا للنادر من الاولياء. ده بيجي واحد يقول لك ايه؟ يعني هذا ان ربنا يكون قادر على ذلك وهذا يمكن، مش كده؟ ليس معنى هذا انه ايه؟ يسقط وجوب النظر في حق من لم يحصل له هذا المقام، يعني وجوب النظر يسقط في حق من وصل إلى هذه المكانة. ولذلك معظم الناس دلوقتي بيدعي المكانة التي ليست له. يا بني آدم أنت تقول لا أنا مش حنظر، طب أنت وصلت للمستوى ده؟ بس في حقه، في حقي لا يسقط وجوب النظر في حق من لم يحصل له هذا المقام. إذا حصل له هذا المقام سقط وجوب النظر في إيه؟ في حقه. ولذلك في مثلا حسنات الأبرار سيئات، يعني هل يكلف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالطرق العقلية التي نكلف بها إذا كان هم عاينوا الأمور وشاهدوها؟ فكيف يقال لا انظروا ليصلوا إلى أي شيء؟ يبقى خلاص وصلوا للكمال. والذي جرت به العادة وأمر به الشرع تحصيل العلوم من طرقها المألوفة. يعني ده اللي ماشيين عليه العادة وما يقول عليه الأزهر الشريف والأوقاف وكله والإفتاء، انه تحصيل العلوم من طرقها المألوفة. ما يجيش واحد يقول لك يا عم لا انا راح، لا، وما حدش يدعي هذا، اللي يدعي حيفتضح. هي طرقها المألوفة الاجتهاد في النظر والتعلم من العلماء والتزام التعب في الدرس، عشان تيجي نايم وتيجي مستريح تتعب في التحصين، والرحلة في طلب الفوائد. ده اللي جرت به العادة. وقد روي في الحديث لا يستطاع العلم براحة الجسم. يقول نايم في مدينة البعوث وعاوز 3 وجبات أو 10 وجبات كل يوم، وعاوز ترفيه وعاوز يا أخي حصل العلم الأول وتعب. أول ما يقول تعالى احضر في الأزهر الشريف يقول لك عاوزين أتوبيس. أتوبيس يا أخي يدعسك ويريح الأمة منك، تعالى ماشي على رجليك. عاوز وسائل نقل وعاوز مش عارف ذا البدل. ورد انما العلم ايه؟ بالتعلم. يعني العلم مش بإلقاء الجسد والراحة، العلم ايه؟ بالتعلم. وقال الله تعالى لنبيه سيدنا يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، مش كده؟ وقال لسيدنا موسى عليه السلام وكتبنا له في الألواح. كل ده يعني على انه المعتاد والعادة انه ايه؟ العلم عاوز مجاهدة وعاوز تعب وعاوز تحصيل، مش كده؟ لن تنال العلم الا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وإيتاني وبلغة وإرشاد وصحبة أستاذ وطول زمان. واحد عاوز يتعلم، تعالى في بعض السلف يقول لك ايه؟ تتعلم القرآن تحفظ القرآن في 2 شهر، كذابين والله. تصبح فقيه في 3 أيام، مفتيا في 7 أيام، ضالا مضلا في 10 أيام. حاجات كده زي الشندوشات السريعة دي الكافي. بيجي ايه؟ مؤهلاته. ضد الضلال اللي احنا عايشين. الواحد ليه كام سنة في الأزهر يقول لك يموت المعلم
ولا العلم ان المهد لغوا الكلام ده كله فيه ثلاثة فيه دورة مكثفة. Yeah.